تعالوا بقى نروح لمراسلنا محمد توفيق عشان نطمن اكتر على الفرقه من ملعب مختار التتش والاستعداد الاخير قبل مباراه يانج افريكانز. محمد توفيق اهلا بيك. لسه مش جاهز محمد توفيق. محمد اهلا بيك معانا. مساء الخير الزميل عبد العزيز عبد الرحمن ناجي، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. في البدايه طمني كده بس على الاجواء عندك في استاد مختار التتش واستعدادات اللاعبين الاخيره المران الاخير قبل مباراه غدا. يعني عبد الرحمن حالا وانا معاك دلوقتي يعني قبل لحظات من بدايه التمرين الاخير للنادي الاهلي استعدادا باذن الله لمباراه يانج افريكانز في الجوله الختاميه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. يمكن استعداد على قدم وساق منذ الامس على طول بعد نهايه مباراه بلديه المحله وفوز النادي الاهلي بنتيجه عريضه بخمس اهداف مقابل هدف واحد. على طول يمكن الجهاز الفني استأنف تدريباته بتدريب صباحي في الامس. طبعا اكتفى المجموعه اللي لعبت الماتش بشكل اساسي مباراه بلديه المحله بتمرين استشفائي داخل الجيم الخاص باللاعبين هنا في ملعب مختار التتش، وبقيه اللاعبين يمكن ادوا مران قوي جدا، يعني شاهد بعض الفقرات الفنيه والبدنيه واختتم بتقسيمه قويه جدا ما بين مجموعتين من اللاعبين. يمكن مستر مارسيل كولر كان فيه قبل كمان التمرين محاضره فنيه للاعبين. حالا انا معاك دلوقتي يمكن اللاعبين خلاص اللمسات الاخيره للتدريب الاخير في محاضره فنيه للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، من بعدها على طول هينطلق المران الاساسي والاخير استعدادا لمباراه الغد امام يانج افريكانز باذن الله رب العالمين. المباراه ان شاء الله المقرره ليها السادسه مساء على استاد القاهره. يمكن عبد الرحمن وحالا وانا معاك دلوقتي يمكن ده التدريب زي ما قلت لك الاساسي طبعا طبقا للوائح الاتحاد الافريقي الكاف، ده التمرين بيبقى مفتوح لكافه وسائل الاعلام اول ربع ساعه فقط من المران، بعدها ان شاء الله هيبتدي المران، بعد كده وسائل الاعلام هتخرج، هيبقى في بعد كده ان شاء الله بعد التدريبات الفنيه وهيختتم التدريب بالتقسيمه، ومن بعدها على طول هيختار مستر مارسيل كولر قائمة اللاعبين اللي هيشاركوا إن شاء الله في مباراة الغد للمبيت بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة. كان على طول كمان اليوم بكرة عبد الرحمن بيبقى يوم حافل، على طول الفطار بيبقى فيه تمام العاشرة صباحا في يعني تدريب خفيف كده هيبقى قبل صلاة الجمعة، واللاعبين هيقضوا صلاة الجمعة في فندق الإقامة، من بعدها إن شاء الله الغد هيبقى فيه تمام الثانية ظهرا، وهيبقى المحاضرة الفنية فيه تمام الثالثة والنصف، وعلى طول في تمام الرابعة عصرا اللاعبين هيتحركوا صوب استاد القاهرة بإذن الله رب العالمين، محملين بقى بدعوات كل جماهير النادي الأهلي بإذن الله رب العالمين. أداء كويس، اللعب على الثلاث نقاط وان شاء الله تصدر المجموعه عبد الرحمن كعاده النادي الاهلي والحفاظ على اللقب، طبعا النادي الاهلي بيشارك في هذه البطوله مدافعا على اللقب، ممكن هيبقى ان شاء الله ده اللقب الثاني على التوالي باذن الله رب العالمين، وطبعا في اخر خمس سنوات هيبقى اللقب الرابع باذن الله رب العالمين عبد الرحمن. يمكن كمان كان النهارده في يعني اجتماع فني قبل لحظات، كان طبعا اصفر عن ارتداء النادي الاهلي لزيه التقليدي التيشيرت الاحمر الشورت الابيض والشراب الابيض او الشراب الاحمر، على الجانب الاخر فريق يانج افريكانز بكره هيظهر بالتيشيرت الاصفر الشورت الاسود والشراب الاصفر، وعلى حراسه المرمى هيكون حارس مرمى النادي الاهلي باذن الله بيرتدي الزي الازرق الكامل، وحارس يانج افريكانز هيرتدي الزي البنفسجي الكامل. طبعا اكيد سمعت واكيد اتكلمت عن تصريحات مستر مارسيل كولر ورامي ربيعه في المؤتمر الصحفي، تصميمه لهدف واحد عبد الرحمن الثلاث نقاط واللعب على الفوز كعاده النادي الاهلي دائما، ويا رب ان شاء الله يتحقق بكره والجهاز الفني يستفيد بهذه المباراه بندي اكبر قدر من اللاعبين فرصه وكمان تحقيق الثلاث نقاط وتصدر المجموعه وفرض كلمته مبكرا على كل الفرق الموجوده باذن الله في دوري ابطال افريقيا عبد الرحمن. ان شاء الله. توفيق عايزك تكلمني كمان او تطمني اكتر على حاله اللاعبين الصحيه، هل في اللعيبه المصابين في حد فيهم بقى جاهز؟ هل في اصابات حصلت في التمرينه بتاعت امبارح؟ استعدادات الجهاز الطبي؟ كان الجهاز الطبي شغال بشكل اكثر من رائع بالتنسيق طبعا مع الجهاز الفني عبد الرحمن، طبعا يعني الغيابات بتنحصر في محمد الشناوي كابتن الفريق اللي اصابته مطوله شويه طبعا بعد اصابته في الكتف في كاس الامم الافريقيه، نفس الوضع برضو اليو ديانج اللي خلاص يعني اللحظات الاخيره ان شاء الله تجهيز ورقه للسفر لعمل منظار الركبه لتحديد الاصابه وطرق علاجها ومده غيابه باذن الله رب العالمين. كان ياسر ابراهيم قلنا عمل اشعه مبدئيه وكمان في اشعه ثانيه يعني هتبين مده غيابه بالتحديد، ولكن اعتقد بشكل كبير جدا هيبقى خارج مباراه الغد. يمكن محمد عبد المنعم زي ما مستر مارسيل كولر اتكلم في المؤتمر الصحفي قال ان هو يعني اشتكى من الاصابه ففضلنا راحته وعدم استكمال المباراه، ان شاء الله خلال المران اليوم عبد الرحمن اللي ينتظر بدءه بعد لحظات قليله ان شاء الله هيظهر مشاركه محمد عبد المنعم من عدمه، ولكن باستثناء كده يمكن خالد عبد الفتاح بس اللي لسه في برنامجه التاهيلي والعلاج، ولكن بقيه اللاعبين بيشاركوا بشكل اكثر من رائع في التدريبات، خاصه يمكن اخر المنضمين للتدريبات محمود متولي واحمد نبيل كوكا خلاص بيشاركوا في التدريبات الجماعيه منذ الاسبوع الماضي، ان شاء الله يبقى اي لعيب يحتاجه مستر مارسيل كولر يكون جاهز
جاهز من الناحيه الفنيه والبدنيه، وباذن الله يكون عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي ويؤدي باداء اكثر من رائع، واي 11 لعيب ان شاء الله بكره يبداوا او كمان العدد البدلاء يكون على قدر المسؤوليه، باذن الله يحققوا طموح جماهير النادي الاهلي والفوز بثلاث نقاط جديده تؤكد صداره النادي الاهلي ويحفظوا على لقبه العام الثاني على التوالي باذن الله رب العالمين. زميلي العزيز محمد توفيق بشكرك طبعا على وجودك معنا، وشايف اللعيبه بدات تنزل، هو بدانا نشوف وراك في الخلفيه ناس بدات التمرين، كل الشكر ليك على التغطية الرائعة ليك، وإن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي بكرة، يعني مباراة مهمة رغم أنها هي مش تحصيل حاصل زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، مباراة تحدد المركز الأول، مباراة على صعيد التنافسي احنا بنلعب فرقة قوية جدا، فرقة مش جاية تخسر أو تتعادل، لا فرقة جاية تعمل ماتش كبير.